والآن نذهب إلى لبنان، حيث أكد المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الطاقة أموس هوكشتاين إن تأخير إمدادات الغاز إلى لبنان سببه عدم قيام الحكومة اللبنانية بإصلاحات بسيطة مطلوبة، لافتا إلى أن ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل هو أمر ممكن، ولكن ليس في مثل الظروف الراهنة من دون رئيس وحكومة في لبنان وفي ظل حكومة إسرائيلية انتقالية. وأتوقع أن يستفيد لبنان من الغاز إذا كان موجودا بكميات تجارية في غضون 3 أو 4 سنوات. وللحديث أكثر حول هذه التصريحات ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت العميد خالد حمادة الخبير الاستراتيجي. سيادة العميد، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. كيف تابعت في البداية تصريحات أموس هوكشتاين حول تقسيم الحدود البرية هذه المرة وليست البحرية كما تم في السابق؟ صباح الخير. يعني ما تحدث عنه الموفد الأمريكي الخاص أموس هوكشتاين هو ما تناوله الرأي العام اللبناني على امتداد أشهر وسنوات، وهي ما تم تسميته بالثغرات في اتفاق الترسيم البحري الذي جرى. للمرة الأولى في التاريخ يتم الترسيم البحري بين دولتين بصرف النظر عن الانطلاق من النقطة البرية الفاصلة بين الدولتين، يعني النقطة الأولى التي يلامس فيها البحر على الحد الفاصل بين الدولتين. لبنان رسم حدوده البحرية وكانت نقطة البداية بعيدة عن الشاطئ بين 5 و6 كيلومتر، وذلك للحفاظ على خط الطفافات الإسرائيلي. وقد تناول اللبنانيون من اختصاصيين ورأي عام وسياسيين هذه الثغرة، ولكن كان هناك يعني إجماع قاده رئيس الجمهورية ومن خلفه رئيس المجلس النيابي وحزب الله، وفرضوا هذا الترسيم. وبالتالي هناك شك يعني لبناني بأنه متى يبدأ هذا الترسيم البري، وهل فعلا سيجد لبنان فرصة مؤاتية لكي يطالب بهذه النقطة المكرسة في أولا في 23 عند ترسيم الحدود بين الانتدابين بين فلسطين ولبنان، أي بين الانتدابين الإنجليزي والفرنسي على المنطقة، وكذلك هي نقطة مكرسة باتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل في العام 1949 وهي نقطة رأس الناقورة. وبالتالي كل المواثيق والاتفاقات الدولية تتكلم عن هذه النقطة التي هي نقطة البداية للترسيم البري وللترسيم البحري. لبنان تنازل عنها، ندرك طبعا حجم الضغط، ندرك حجم التوظيف اللبناني في عملية يعني قبول العرض الأمريكي ومحاولة تجييره بالسياسة أو بالفساد لصالح هذا المعسكر أو ذاك. ولكن عندما يقول أموس هوكشتاين أن الترسيم البري لازال مبكرا، أولا هذا يعني إملاء أمريكي على السلطة اللبنانية ولم نرى لغاية الآن أي إجابة عليه. هو يتحدث سيادة العميد على أن هذا الترسيم هو أمر ممكن، وأنت تتحدث عن نقطة البداية وكيف يتم، لكن أنا أريد أن أخذ الحوار لنقطة أخرى، الظروف السياسية في البلدين. إسرائيل تعاني من سيولة سياسية إذا جاز لنا التعبير، وتنتظر حكومة يمينية متطرفة، ولبنان يعاني من فراغ رئاسي وأيضا حكومي. كيف يتم هذا التقسيم وسط كل هذه التداعيات والظروف السياسية الراهنة في البلدين؟ يعني أولا على الجهة الإسرائيلية، إسرائيل طبعا بعد توقيع هذا الاتفاق هي تنقب وتستخرج، وقد وقعت يعني اتفاقا مع شركة توتال الفرنسية لمباشرة التنقيب والاستخراج في حقل قانا الذي هو حقل مشترك بين لبنان وإسرائيل. وكذلك يعني بموجب الاتفاقية فإن الشركات التي يجب أن تنقب في البلوك رقم 9 حيث يوجد حقل قانا يجب أن تكون شركات غير إسرائيلية وغير لبنانية وتحظى بالموافقة الإسرائيلية. الشركة الفرنسية سبق
ويعني تم تسميتها في المناقصة مع الدولة اللبنانية، وكذلك أجرت اتفاقا مع السلطة الإسرائيلية، وبالتالي الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية هي بدأت بالتنقيب، وهي طبعا تستخرج من حقول عديدة وستباشر الاستخراج من حق القامة. أما بالنسبة وبالتالي يعني يعني ليس هناك فعلا أزمة حكومية إسرائيلية تواجه عملية استخراج الغاز وتوسيع الحقول والمكان الغاز، ولكن في لبنان طبعا ليس هناك أي حركة باتجاه قرار حكومي، أولا بسبب الفراغ الرئاسي، وثانيا بسبب آلية اتخاذ القرار في لبنان الذي يعني هناك ثغرة قانونية كبيرة. نعم. عندما تم وضع الهيئة اللبنانية لإدارة قطاع النفط والغاز بتحت تصرف وزير الغاز ووزير الطاقة، وبالتالي القرار في لبنان هو لوزير الطاقة الذي ندرك جميعا يعني مسلسل فسادي في الكهرباء. شكراً. وفي سواها. نعم. وبالتالي لبنان متعثر على المستوى اتخاذ القرار السياسي. نعم. وعلى مستوى الفساد. وأريد أن أشير إلى نقطة سريعا سيادة العميد، الوقت يداهمنا. أموس هوكشتاين عندما تكلم عن إمداد لبنان بالكهرباء والغاز من مصر والأردن، وهي الاتفاقية التي سعت إليها الولايات المتحدة ويعلم بها الجميع. نعم. وكل هذا ربطه صندوق النقد كما ربطه الصيت الأمريكي بالإصلاحات في قطاع. نعم. بالتأكيد. لأنه لا يأمن أي وسيط. وضحت السلطة في وضحت النقطة ووضحت الصورة. من بيروت العميد خالد حمادة الخبير الاستراتيجي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا.